شلونكم؟ زين. انتم يا طلاب شنو مطالبكم؟ العام الدراسي بدأ لهؤلاء الطلبة بهذا الشكل: مدرسة بلا كادر تدريسي أو أثاث حتى، وطلبتها يلجؤون إلى القرى المجاورة رغم وجود بناية المدرسة، ومدارس أخرى يصل عدد الطلبة فيها إلى 70 طالب في الشعبة الواحدة. مشاكل عديدة وتحديات حقيقية تواجه العام الدراسي الجديد. ما خوش عام دراسي جديد، يعني لا كتب لا قرطاسية، يعني ما كل شيء ماكو، كله على حساب الناس الفقيرة. ما يجيب هذا والله ترى شو عمري ينجو على المكاتب وعطيه قراءة مال صف ثاني ب 12000 دينار. يعني والله كان أشون دولة وشون ميزانية الدولة، ودولة عظيمة ودولة غنية، ها، وعام دراسي هابط. التعليم بالمجان على ما يبدو أنه لم يعد كذلك. طلبة المدارس بلا كتب حتى اليوم، وأولياء الأمور يشترون الكتب المستنسخة من المكتبات والمطابع على حسابهم الخاص، وأولياء الأمور يتحدثون عن الفرق كيف كان التعليم وكيف أصبح. كانت الحكومة تتهيأ لشراء القرطاسية 50s و 60s و 70s، وما كانت هذه الميزانيات مثل هذه الميزانية. تتهيأ الطالب الفقير والزنجيل والمتمكن والمات المتمكن، كلهم يجون يشوف حصتهم من ناحية الكتب ومن ناحية القرطاسية ومن ناحية الأقلام، كافة مستلزمات الطالب موجودة. ويضاف إلى مشكلة الزخم على المدارس ونقص الكوادر التدريسية مشكلة المدارس الكرفانية أيضا، مع العجز الموجود في عدد الأبنية المدرسية، والتي ما يزال عدد منها مدمر بشكل كامل حتى اليوم. مدارس كرفانية بما يقارب 80 مدرسة كرفانية في النية إن شاء الله بعد تخصيص أراضي لهذه المدارس يتم بناء هذه الأراضي وإلغاء المدارس الكرفانية بشكل عام. أعيد بناء 300 مدرسة في نينوى خلال السنوات الماضية، لكن هنالك ما يزال 80 مدرسة كرفانية، وهنالك قرابة 90 مدرسة دمرت إبان معارك التحرير وتنتظر التربية اليوم التخصيصات المالية من أجل إعادة بنائها. ورغم إعمار عدد كبير من المدارس في نينوى، إلا أن هذا الملف ما يزال بحاجة إلى المزيد من التخصيصات المالية. من الموصل محمود الجماسة، قناة التغيير.